عندنا دربيات قوية جدا يعني في الصعيد تليفونات بني سويف وبني سويف وأسوان وتحرير أسوان. تحرير أسوان لسه صعد الموسم ده للدوري الممتاز، يعني ديربي وليد الموسم ده، وكمان هو قدر ان هو يوقف أسوان اتعادل معاه في الدور الثاني وفاز عليه للدور الأول. عندنا في القاهرة دمياط والزرقاء وسيراميكا وإف سي مصر والشمس والنصر. بحري بقى يعني فيها دربيات كتيرة جدا، يعني في غزل المحلة وبعيدية المحلة، دربي الناس كلها تستنى، دربي الغربية طبعا. الحضور الجماهيري عامل ايه في لا كبير جدا، يعني الجماهير بتحضر بالرغم ان ممنوع مثلا حضور الجماهير، برضو اتحاد الكرة 500 بس الناس بتحضر وبيحبوا انهم يحضروا ورا فريقهم في كل مكان بره وجوه. يعني تلاقي مثلا جماهير المحله وراهم في كل مكان، جماهير دمنهور وراهم في كل مكان بره وجوه. الحضور الجماهيري كبير جدا. يعني عندنا في بحري بادية المحله وغزل المحله، الاولمبي وفاركو والرجاء والحمام، ده ديربي مطروح. في ديربي البحيره دمنهور وكم حماده، بس كم حماده هبط الموسم اللي فات الاسم الثالث. وعندنا كمان طنطا والغزل وطنطا والبلديه. طيب قولي لي مين مثلا، خلينا نبتدي في مجموعه الصعيد، مين الديربي اللي احنا ممكن نتفرج عليه ونلاقي جماهير موجوده كتير جدا؟ عندنا تليفونات بني سويف وبني سويف، يعني حتى لسه الماتش لسه لعب الجوله اللي فاتت او اللي قبلها كان في ازمات شويه وشويه مناوشات كده بعد الماتش ما خلص. ده بيبقى فيه حضور جماهير كبير طبعا، حتى تليفونات نادي شركه بس في جماهير كبير. اسوان طبعا جمهوره كبير جدا، هو على اعتاب الدوري الممتاز وليه جمهور كبير جدا يعني في الصعيد. طيب